متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. اليوم مع الفنان الدولي محمد صارف، واحد السيرة خاصة يكون معنا من جديد يوضح لنا بعض معاناة الفنانين في المغرب. في نفس الوقت غيهضر على النفس ديالو أنه تقدم شغل الطلب ديالو وما عطاوش الدعم. مرحبا بك أستاذ محمد صاري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. شكرا لقناة شوف تي في على الاستضافة اللي جات عندي، لأن الفنان حاليا كيعاني بصفتي كفنان وفاعل جمعوي معكم الفنان محمد الصاري، فنان في الأغاني الوطنية والتراث الشعبي والزجاج المغربي. عندي أكثر من 12 أغنية وطنية وأغاني شعبية قدمنا في عدة مدن مغربية، وبالنسبة كنشتغلوا في العمل الفني والعمل الجمعوي، نظمنا وشاركنا في عدة أنشطة وطنية في عدة مدن المملكة المغربية، وفي إقليم الاستمارة نظمنا عدة أنشطة الحمد لله كتشرف بلدنا المغرب. الفنان سفير الوطن، الفنان خاصو دعم، لأن سيدنا الله ينصرو أعطانا البطاقة المهنية الفنية، أعطانا البطاقة الأولى هيا والبطاقة الثانية، كنفتخروا بهذه البطاقة اللي أعطانا سيدنا الله ينصرو وعاطي حقوقنا في هذا الوطن، ونفتخر بالوطن ديالنا، الوطن ديالنا الحبيب المغرب. وكنقول دائما الصحراء مغربية وستبقى مغربية. الفنان جندي وسط الوطن، الفنان دائما حاضر في القضايا الوطنية، حاضر في نداء الوطن اللي كنقولوا نداء الحسن، العيون العينية والساقية الحمراء اللي كنقولوا الصحراء المغربية. بالنسبة للدعم ديال الفنانين، رسالتي إلى السيد الوزير المحترم، هو عدد ديال الفنانين كيبيعوا الآلات الموسيقية ديالهم، عدد ديال الفنانين راه محتاجين دعم. هذا كتقولوا دعم استثنائي، دعم استثنائي خصو يمشي للفئه اللي محتاجه، واللي مسك عليها الله، الله يسهل عليها. حنا كنا كنخدموا الوطن، راه من 2008 ما عمرنا خدينا شي دعم من وزاره الثقافه، راه دفعنا عده طلبات كثيره في ايام الوزاره السابقه، وزير الثقافه والاتصال ووزير الشباب والرياضه، ما عمر خدينا شي دعم، ودرنا عده انشطه كبرى، راه كاين كلشي في المواقع الاجتماعيه، كاين بصاري محمد والقناه ديال فيها الاغاني صاري الشعبي. حنا كنشتغلوا بالمجال الفني والمجال الجمعوي اللي كيشرف وطننا الحبيب المغرب. الفنان سفير الوطن، الفنان حاليا انا كنخدم، كيخدم معايا 12 موسيقي، فنان اخر كيخدم مع 20 موسيقي. هنا حاليا القضيه ديال دعم الاغنيه والموسيقى، خاص حاليا بجائحه كورونا دعم الفنانين محتاجين. الفنان كيعاني بصمت، عدد ديال الفنانين في طريح الفراش كنلقاو سيدنا الله ينصرو، الله يبارك في عمر سيدنا، هو اللي كنلقاو دائما بجانب الفنان. انا راه الله يرحم الوالده ديالي، الله يرحم اخي ديالي الشهيد عن الوطن، راه بصراحه لان جات الوقت خصنا نتكلموا عن الحقوق ديالنا اللي عطاها لنا سيدنا، ومن حقي نستافد انا ويستافد اي فنان ما عمره استافد. وهذا الدعم خارج الفنانين اللي عندهم اعمال جديده، والفنانين ما عمره خدوا دعم، راه هما اللي خصو ياخذوا الدعم. وعدد وهذا الدعم ديال الاغنيه والموسيقى، انا ما بغيتش انا الدعم ديال الاغنيه والموسيقى، بغيت الدعم للفنانين محتاجين بجريحه كورونا. هذه رسالتي الى السيد الوزير المحترم وزير الثقافه والشباب والرياضه، وتدعيم الفنان محتاج. راه كل عماله وكل اقليم وكل جهه راه عندها اسماء ديال الفنانين اللي كيشتغلوا. حنا اي نداء وطن كنكون السباقين، من السباقين المسيره الخضراء والمقاومين، راه عدد اي حاجه كتلقى الفنان في الصفوف الاماميه. انا دائما عندي اغاني وطنيه مؤخرا سجلتها، كندافع على الوطن ديالي، عندي اغنيه دابا تسمعوها ان شاء الله نقدمها للناس اللي متبعين معنا مباشره في شوف تي في، اغنيه تتكلم عن الصحراء المغربيه وستبقى مغربيه. الفنان جندي وسط الوطن، وتحيه لكل السلطات الامنيه والمحليه في كل مدينه، والاطباء والمستشفيات المدنيه والممرضين والممرضات، وحنا كنا في خدمه الوطن، ولان كنحيد الناس على المجهودات اللي كيقوموا بها لمحاربه فيروس كورونا. الفنان تا هو جندي وسط الوطن، درت حملات تحسيسيه لمحاربه فيروس كورونا عده مرات، انا ما كنخليو حتى مدينه، انا والزوجه ديالي اصغر طفله شاركت في المسيره الخضراء، اللي غني عن التعنيف دائما معايا، راه كاينه في المواقع الاجتماعيه وكتشوفوها دائما معايا، برايه مغربي، وانا دائما بالدراعيه الصحراويه، نفتخر باللباس المغربي، نفتخر بالوطن ديالنا، وكنقول دائما الله يبارك في عمر سيدنا، الله يبارك في عمر ملكنا محمد السادس يا بني مغربنا، رائد الحكم الذاتي للصحراء المغربية، مسيرتنا الخضراء ستبقى تاريخية، يا رائد التنمية والجهوية والمغرب الأخضر من طنجة للقويرة، ملك السلم والسلام والأمان، عاطي حقوق الإنسان وحامي هذا الوطن.
عاش الرأي المغربي في كل العالم. وغادي ولكن تزيد توضح لنا كل ما تخدم سي محمد الصاري شنو من المعاناة اللي كيعانيو الفنانين في هاد جائحة كورونا مني باش خرجوا لهاد الدرايا؟ كيفاش كنتو كتعيشوا ملي كنتو المورد ديالكم؟ كيفاش كنتو كتعيشوا؟ انا لك عيطوا لي شي مهرجان؟ لا عيطوا لي شي مهرجان، لان الوزارة الثقافة ما عمرها عيطت لنا شي مهرجان. مهرجان واحد اللي شاركت فيه في 2017 في البداية بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. ولكن كيكونوا مهرجانات كبرى داخل الوطن ما عمرو عيطوا لنا. راه كيتمتنوا مهرجانات، هذوك الفلوس المهرجانات علاش ما يفرقوش على الفنانين حاليا؟ بحال دابا المهرجانات ما كاينينش، 8 شهور ما خدمش الفنان، الفنان ما خدامش 8 شهور. بالنسبة للدعم عمري خدينا شي دعم من وزارة الثقافة. حتى هاد اللجنة ديال الدعم خصها تعاود فيها النظر. لأن علاش؟ نجيبوا الرواد ديال الفنانين، راه عندنا شحال ديال التراث، أكبر تراث في العالم هو تراثنا المغربي، من طنجة للقويرة. راه كنشوفوا شحال ديال الفولكلور عندنا، بن سليمان راه كاين التراث معروف عبيدة طرمة، وكاين عدد ديال الفولكلور المغربي. عدد ديال الفنانين راه كيعانيو بصمت، راه 8 شهور ما خدمش الفنان، الفنان ما خدمش باش غيعيش العائله ديالو، الفنانين الموسيقي اللي كيخدم معاه باش غيعيشوا، راه الناس كتبيع الالات الموسيقيه، انا شحال من الفنان تعاونت معاه. ولكن علاش الفنانين مسك عليهم الله خصو يتعاونوا مع الفنانين خوتهم اللي ما عندهمش في هذه الحاله، حنا خصنا نضامنوا، ووزاره الثقافه من حقنا تدعمنا، حنا ما كنسعاوش بالنسبه، حنا ما كنسعاوش، حنا كنطلبوا الحقوق ديالنا. مادام عندنا بطاقة مهنية الفنان سفير الوطن، حنا كنمشيو نخرجوا أرض الوطن، راه كنهز الراية المغربية وكنلبس الدراعية الصحراوية المغربية، والزوجة ديالي كتلبس الراية، وحنا كندافعوا على القضية الوطنية، قضية أخي شهيد على الوطن، وسنبقى دائما ندافع على الوطن، لأن عندنا ملك الله ينصرو، ملك دائما كيفكر الفنانين، وسنبقى دائما ندافع على الوطن، وهذا الوطن نعتز به، الفنان عنده دور كبير، راه ولات أصبحت التربية الفنية. داخل المدارس التعليميه حنا كنمشيو للمدارس وكنعلموا الوليدات اغاني القدام وكنحيوا دائما الماضي بالحاضر. وغادي نقدم لكم اغنيه جديده غادي نهديها لكم بهاد تتغنى على الصحراء المغربيه. والله 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 الصحراء طرام بلادي أرضي وأرض جدادي، مغربي يا طرام بلادي أرضي وأرض جدادي، جيبوا الخيمة جيبوا الجمل وانتي فوق الرمال، والصحراء طرام بلادي صحراء مغربية، مسيرتنا الخضراء سبقة تاريخية، مسيرتنا الخضراء سبق العالمية، وعاش ملكنا محمد السادس الأسرة العلوية، محمد السادس الأسرة الملكية، شعارنا الله الوطن الملك. تحياتي لكم للفنان والفاعش مع محمد الصاري، كنهدي لكم اغنيه جديده من كلماتي والحاني، وعندنا عده اغاني وطنيه، حنا جنود وراء صاحب الجلاله وندافعوا على الوطن ديالنا، ومن حقنا نهضروا على الحقوق اللي عطانا سيدنا الله ينصرو، لان الفنان محتاج حاليا دعم باش نعطيو حتى حنا الجديد، وكنمشيو للاستوديو كنصوروا حتى حنا، ولكن خص الدعم ما يمكنش، لان وزاره الثقافه خصها تدعم الفنانين المحتاجين، والفنانين اللي مسك عليهم الله الله يسهل عليهم. وتحياتي لقناه شوف تي في على هذه الاستضافه، لان بصراحه ما كناش غنتكلموا على هذا، ولكن جات الوقت اللي خصنا نهضروا على الحقوق ديالنا اللي عطانا سيدنا. تحياتي لكم. اذا متابعينا كنتم معنا في بث مباشر من منزل الفنان محمد الصاري الفنان الدولي.